الآن ننتقل إلى الحصة رقم 16 والمتعلقة بالتماثل المركزي ومتوازي الأضلاع. هذه البطاقة كفايتها هو التعرف على خصائص التماثل المركزي وخصائصه، ولهذا نقترح عليك أيها التلميذ النشاط التالي. هذا النشاط يتكون من تمرينين، لدينا في الشكل جانبا أ بي دي مثلث أ بي دي و إم منتصب بي دي إم منتصب بي دي. باستعمال المسطرة غير مدرجة والبركار ارسم على نفس الشكل سي ممثلة أ بالنسبة للنقطة إم. إذا الهدف من هذا التمرين هو كيفية إنشاء مماثلة النقطة أ بالنسبة للنقطة إم باستعمال مسطرة غير مدرجة والبركار. ثم ننتقل فيما بعد إلى السؤال ب لنقارن أ دي و بي سي، ثم قياس الزاوية أ دي بي وقياس الزاوية سي بي دي. إذا الهدف من هذا السؤال هو التعرف على خصائص التماثل المركزي. في السؤال ج نبين أن المستقيم أ بي يوازي المستقيم دي سي. إذا الهدف من هذا السؤال هو تعرف كذلك من خصائص التماثل المركزي. عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، خذ الوقت الكافي للبحث الفردي ثم ستقارن أجوبتك مع الأجوبة المحصل عليها لدينا في التصحيح التالي. لكي نرسم مماثلة النقطة أ بالنسبة للنقطة إم يجب أن نرسم نقطة د بحيث أن تكون النقطة إم منتصف القطعة أ د. لاحظ نأخذ البركار، إذا عفوا نأخذ مماثلة النقطة أ بالنسبة للنقطة إم هي س. إذا يجب أن نبحث عن نقطة س بحيث تكون النقطة إم هي منتصف أ س. لاحظ كيف درنا بالبركار، الرأس الجاب في النقطة إم والرأس الآخر في النقطة أ، ثم نرسم النقطة س بحيث تكون النقطة س هي منتصف أ إم. إذا النقطة س النقطة إم هي منتصف أ س قطعة أ س. إذا هنا عندنا، لاحظ في هذا الشكل، لاحظنا عندنا النقطة ب النقطة إم منتصف قطعة ب د، ولدينا النقطة إم هي منتصف قطعة أ س. إذا نقول هنا الس هي النقطة س هي مماثلة النقطة أ بالنسبة للنقطة إم، أو النقطة أ هي مماثلة النقطة س بالنسبة للنقطة إم. ونقول كذلك النقطتان أ و س متماثلتان بالنسبة للنقطة إم. لاحظ في هذا الشكل لدينا إم منتصف كذلك القطعة بي دي. إذا في هذه الحالة نقول أن النقطة دي هي كذلك مماثلة النقطة ب بالنسبة للنقطة إم، والنقطة ب هي مماثلة النقطة د بالنسبة للنقطة إم. نقول كذلك النقطتان ب ود متماثلتان بالنسبة للنقطة إم. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، ننتقل إلى السؤال الموالي، هو كيفية مقارنة المسافة أ دي والمسافة ب سي. إذا لدينا الممثلة النقطة أ بالنسبة للنقطة إم، شنو هي؟ هي النقطة سي. والممثلة النقطة د بالنسبة للنقطة إم هي النقطة ب. إذا نعلم أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين النقطتين، وهذه يجب أن تركز جيدا على خصائص التماثل المركزي. إحنا قلنا التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين، يحافظ على قياس الزاوية، يحافظ على هيئة الشكل كيف ما كان. إذا إذا كان عندنا دائرة المماثلة ديالها هي دائرة تقيسها، إذا كان عندنا زاوية المماثلة ديالها مماثلة ديال الزاوية هي زاوية تقيسها، وإذا كان عندنا قطعة المماثلة ديال القطعة هي قطعة تقيسها. وبالتالي هنا إذا هنايا مماثلة القطعة ا دي، مماثلة القطعة ا دي هي غتكون عندنا هي القطعة بي سي. وبالتالي أن
المسافة AD تساوي المسافة BC لأن مماثلة القطعة AD هي القطعة BC، والتماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. دابا غنمشيو للمماثلات الزاوية ADB. لاحظ معايا في الشكل مماثل الزاوية ADB. إذا باش نرسمو باش نتعرفوا على مماثلة الزاوية ADB، أول شيء عزيزي التلميذ عزيزي التلميذة يجب أن نبحث على مماثلة رأس هذه الزاوية، ورأس هذه الزاوية هي النقطة D. إذا معنا لدينا مماثلة النقطة A هي النقطة C، مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة M هي B، ومماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة M هي النقطة D. مماثلة الزاوية ADB هي الزاوية CBD بالنسبة للنقطة M. علاش؟ لأن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا. نمشيو للسؤال G. لدينا غنشوفو مماثلات مماثل المستقيم AB بالنسبة لمماثل المستقيم AB بالنسبة للنقطة M. إذا هذا المستقيم هو مجموعة من النقط. إذا باش نشوفو المماثل ديال واحد المستقيم بالنسبة للنقطة نكتفي فقط بالبحث عن مماثلة نقطتين من هذا المستقيم. لدينا احنا في الشكل ولا حسب ما رسمنا لدينا مماثلة النقطة B هي D، ولدينا مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة M هي C. إذا مماثل المستقيم AB هو المستقيم DC، ونعلم أن مماثل المستقيم بالتماثل المركزي هو مستقيم يوازي. إذا المستقيم AB يوازي المستقيم DC. ننتقل عزيزتي التلميذة عزيزي التلميذ إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يتعلق بإنشاء مماثلة دائرة بالنسبة للنقطة معلومة. لدينا في الشكل التالي سي دائرة مركزها O، وإي نقطة توجد في هذه الحالة داخل هذه الدائرة. إذا النقطة إيه سواء تكون داخل الدائرة أو خارج الدائرة تبقى طريقة الرسم ولا طريقة البحث دائما نفس الطريقة. إذا لكي نرسم مماثلة دائرة C مركزها O بالنسبة للنقطة E، ما هي الطريقة عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة؟ إذا خذ واحد فترة من الوقت وابحث عن مماثلة الدائرة C مركزها O بالنسبة للنقطة E، وقارن إنشاؤك أو إنشاءك بالإنشاء الذي حصلنا عليه. إحنا لدينا سي فتحة مماثلة الدائرة سي بالنسبة للنقطة E. إذا هاي الدائرة سي، ها النقطة O مركز الدائرة سي، وعندنا النقطة E توجد داخل الدائرة سي. إذا باش نرسم مماثلة الدائرة سي، أول شيء يجب رسم مماثلات النقطة المركز O. إذا مماثلة النقطة O التي هي مركز دائرة سي. إذا نرسم، لاحظ معي، نرسم مماثلة النقطة O بالنسبة للنقطة E. إذا لتكون هنا غنقول لتكون O فتحة، مماثلة النقطة O بالنسبة للنقطة E. إذا النقطة E ستكون هي منتصف النقطة منتصف القطعة O فتحة، وبالتالي النقطة O فتحة هي مماثلة O بالنسبة للنقطة E. إذا احنا حصلنا على مماثلة المركز الدائرة C بالنسبة للنقطة E. هذا المركز هذه النقطة ستكون هي مركز دائرة C فتحة، ستكون مركز دائرة C فتحة بالنسبة للنقطة E. إذا هي O فتحة هي مماثلة O بالنسبة للنقطة E. نعلم أن مماثلة دائرة هي دائرة تقايسها. إذا بطريقة بسيطة نقيس شعاع الدائرة C اللي هو شفت بالبركة كيف قسنا الدائرة C،
ونرسم دائرة، وسيكون هذا الشعاع هو شعاع دائرة صفتها. إذا غنمشيو لاحد معايا، غنمشي أفتحة، نديرو الجا في النقطة أفتحة، وغنرسمو دائرة صفتها، وهاد الدائرة صفتها غتكون هي مماثلات الدائرة سي بالنسبة للنقطتين، وبهذا نكون أن رسمنا صفتها مماثلة سي بالنسبة للنقطتين. أي كلما أخذنا نقطة من الدائرة سي مماثلتها غتكون على الدائرة صفتها.